السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسوا خوتنا اللي في الغربه. اذا نتاسفوا انه التاخير هذا بسبب ماذا؟ بسبب انه كنا ننتظر تصريحات المدرب المنتخب الوطني اقل من 20 سنه اللي خرج بتصريح غريب. يعني احنا انتظرنا الى غايه تصريح الناخب الوطني. الناخب الوطني لاقل من 20 سنه يقول بصريح العبارة: تفاجأت بمستوى المنتخب النيجر. راني تفاجأت بمستوى النيجر. بالله عليكم، يعني هذا تصريح هل هو لناخب وطني يستعد لمنافسة طويلة؟ هل هذا التصريح لناخب وطني واثق من المجموعة نتاعه، واثق من إمكانياته؟ قال لكم بصريح العبارة: راني تفاجأت بمستوى النيجر. ما لو شرك تخدم الدير، فهمني شرك الدير، وش راك الدير كيما تفاجأت بالنيجر اخي. عندك تحليل فيديو، كاين تحليل فيديو، كاين طاقم خاص معاك بتحليل الفيديو، تعرف المستوى تاعك وتعرف النقائص تاعك انت، وتعرف لادفيرسير الخصم اللي راح تواجهه. اذا تفاجأت بالنيجر وما قدرتش تلقى حلول، هذه كارثة. اول شيء مبارك التأهل المنتخب الوطني، يستاهلوا الشبان هذوما حقيقة، عندنا عناصر رائعة. صريح العبارة. نقطة الاستفهام اليوم وش هي؟ نقطة الاستفهام اليوم انه عندنا مدرب فيلسوف، عندنا مدرب فات ماجر في زمانه، فات ماجر ودهاء ماجر في زمانه. عندنا مدرب غير 5 لاعبين، منهم لاعب اساسي هو ايت عامر لاعب بايرن ميونخ، هذا لاعب عنده مستوى رائع. ادم دوقي العلامة استفهام، ادم دوقي اللاعب هذا ما يلعبش. من اللي جاء هذا لاسات؟ المقابلة الأولى لعب 6 دقائق، المقابلة الثانية لعب 8 دقائق. باش نكونوا صراحة، ما لعبش خلاص. المقابلة هذه أعطاه شوط، بعد ما شوط فضيحة بأتم معنى الكلمة، فضيحة بأتم معنى الكلمة. راح نخلي لكم صورة تتأكدوا بنفسكم، تتأكدوا بنفسكم. المنتخب الوطني يصطدم برباعي وسط الميدان. اول حاجه وسط ميدان ما كانش، علاش؟ سقسيو الانشتاين اللي عندنا، قولوا له كيفاش لاعب عنده بكالوريا يجي قبل ليله المقابله بيوم ولا بيومين، يصل القاهره ويلعب مقابله اساسيه مجموعه ما يعرفهاش. هذا يعرف الا الداهيه اكثر من ماجر في الجود، اكثر من ماجر في الجود. عندنا لاعب نتاع تيتراوي، لاعب بارادو، وصل قبل الكأس هذه تاع العربية، قبل المقابلة الأخرى تاع نيجر بيوم ولا يومين، يلعب أساس. هذه مين قالها؟ حتى لغز ما فهمها إلا عندك أونترينار داهية. عندنا أونترينار داهية. وسط ميدان فارغ، فارغ شوارع فارغ. والنيجر سيطروا علينا، لقطة تهدر وحدها، أنا ما نتكلمش، الصورة تهدر وحدها. 4 لاعبين وسط الميدان، وبالتالي كي تلقى جدار من 4 لاعبين، واش يديروا اللاعبين تاعنا؟ يرميوا الكرات الطويله، ولما يرميوا الكرات الطويله واش يلعبوا منتخب النيجر؟ يلعبوا له خطه التسلل، يطيح في الرجوع. وين لي ستاج اللي كنت دير فيهم؟ وين الخطط اللي جربتها في لي ستاج؟ وين لي بريباراسيون اللي درتها؟ وين العمل نتاع المعسكرات اللي دير فيها؟ ويني؟ ما كانش. كاينه خطه؟ ما كانش. كاينه هويه لعب؟ ما كانش. كاينه طريقه لعب؟ ما كانش. واش هي الخطه؟ الخطه نتاعنا العالم كامل والمنتخبات هذه الشبانيه كامل، سواء اللي لعبنا ضدهم ولا المنتخبات الاخرى والمنتخبات اللي راح نقابلوها ان شاء الله، الكل عنده هويه وطريقه لعب وخطه لعب. المنتخب الوحيد اللي عنده طريقه وهويه خارقه للعاده هو المنتخب نتاعنا. واش هو الخطه؟ خطه جابني زاتشي يسلكوني جماعه البيناسيونو، هذه الخطه. الخطه جابني زاتشي باش يسلكوني لجوار البيناسيونو. نعاودها لكم مره ثالثه باش تفهموها. الخطه نتاعنا جابني زاتشي باش يسلكوني لجوار بيناسيونو، داكور. هذه هي الخطة تاع المنتخب الوطني. من الاخر ما عندناش طريقة لعب يا ناس، ما عندناش هوية لعب، ما عندناش. الشوط الاول كارثي كارثي. دزويت داخل دزويت يلعبوا بك حارة، داخل دزويت مدارين بك بتي بوم، دايرين بك الان دو تروا داركيولك. وين راح الخطة تاعك؟ وين راح البلوك؟ وين راح وسط الميدان الفارغ شوارع؟ وين الخطة؟ ما لعبت، هاجمت، ما دافعت. يا ريتك دافعت، معليش اسني سكر اللعب، ما سكرت لعب ما هاجمت، ما سكرت لعب ما هاجمت. دبيت في شوط كارثي كارثي بأتم معنى الكلمه.
الهدف الاول كارثه والهدف الثاني كارثه اكثر منه. تغييرات عشوائيه، خمس لاعبين ما كانش. دوقي هذا ما فهمتش انا علاه، اصغر لاعب في المنتخب 16 سنه اليوم برهان. الحمد لله كي تكلمنا على جوار ما كناش نخرطوا ولا نهضروا كلام ثرثره، كلام بلا 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 بدون فائده. قلنا من اليوم الاول هذا لاعب عنده امكانيات، لاعب عنده امكانيات. تلعبوا 6 دقائق والمقابله الثانيه 8 دقائق وانت خاسر مع مصر، هتلعبوا 8 دقائق مش نورمال. المقابله هذه سلكني البيناسيون وجابني زاتشي يسلكوني، هذه الخطه. دخل باين البيت الاول جاب من عنده، البيت الثاني ماركا هو. وايت عامر ايت جوار تاع بايرن ميونخ يريح بنك بالله عليكم، وتجيب جوار عنده يومين من اللي جا من البكالوريا تاع تلعبوا تيتيلار ما فهمتش الاسكو يعني كيعاد جا من بارادو. هذه ترجع لونترينير، انا مانيش معاهم في السطاج ومانيش معاهم في المعسكر، بصح ترجع لونترينير. اذا مخلفات زاتشي هذه النتيجه. سلكنا باش سلكنا وباش فوزنا وباش ربحنا وباش تاهلنا باش الناس تفهم. تاهلنا وفزنا وربحنا مجهودات فرديه، نعاود لكم مجهودات فرديه. لعب جماعي ما كانش، تنسيق ما كانش، لعب فرديات. وسلكوني البيناسيونو، سلكوني البيناسيونو، عندنا بوعون وعندنا دوقي ادم دوقي وعندنا ايت عامر، هم يسلكوا ثلاثه اربعه زد لهم زوز من اللور هم يسلكوا. هذه هي الخطه، الخطه سلكوني البيناسيونو. اذا الشوط الثاني دخول لاعبين اللي عندهم امكانيات اللي عندهم مستوى عالي هم اللي سلكوا. باير تهدر ومن هي كوينز بارك رانجرز، انا تبان لي الباير وكوينز بارجا كوينز بارك رانجرز ماشي حومه يا اخي، ماشي حومه باش نهضروا الصراحه، ماهمش حومه. اذا عاد الباير حومه وكوينز بارك رانجرز حومه، مازالوش يجيبوا بيناسيونو ونعودوا نجيبوا بطوله واد كنيس صراحه. انا مانيش نقول بلي ما كانش مواهب في الجزائر، بصح هم اللي خلصوك، هم اللي سلكوك، هم اللي سلكك، اللي سلكك بدا ملعبوا 6 دقائق الماتش الاول والماتش الثاني 8 دقائق مش نورمال. اني قلت ما يدير الشيء هذا، لا انسان داهيه، داهيه في التدريب، سابق زمانه، هذا سابق زمانه. المع اللاعبين ما قدرناش نفوزوا على النيجر، بالمع اللاعبين ما قدرناش نفوزوا على النيجر، كارثه. الحمد لله سلكنا، الحمد لله كسلكنا بواش مجهودات لي جوار. اذا برافو لي جوار، برافو 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 لي جوار، برافو للاعبين اللي ما قصروش، برافو للاعبين اللي استماتوا قاتلوا لاخر دقيقه باش يتاهلوا. برافو برافو للاعبين، فقط اللاعبين في كفه والمدرب في كفه، ما عندناش. الله غالب، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. اذا مبروك تاهل، راح نواجهوا المغرب. انا نتمنى برك يا سيدي ما تفلسفش، وقلت لك في الفيديو السابق حبس الفلسفه، على بالنا راك خير من ماجر وخير من مورينيو وخير من غوارديولا، خير منهم كامل وخير من كلوب وخير من لونترينير تاع تشيلسي، راك خير منهم كامل. بصح الفلسفه حبسها برك، كي تروح انت كنت ادجوان تاع تزيري بلال، كي تروح ود كنيس تفلسف كيما تحب، لان هذه الوان وطنيه والوان الجزائر ما فيهاش تفلسف. يا اخي تفلسف في بطوله ود كنيس واحد ما يلومك، تفلسف كيما تحب، بصح هذا لا، هذا العالم الوطني الجزائري، ما تفلسفش يا اخي. لي ميور لي يلعب، الاحسن هو لي يلعب، ومن فضلك خلي لي جوار هما اللي يصرفوا، ما تعطيهم لا تكتيك لا ارشادات لا نصائح لا والو. نصائح نتاعك والارشادات دو زيرو بالمير ميطو، مستوى كارثي مع النيجر، مستوى فظيع. خلي لي جوار يلعبوا وحده برك، هذا ما كان مطلبناش المستحيل. اذا المقابله الجايه مع المغرب يا لاسيت يا لاسيت يا لاسيت، بارك الله فيك، خلي لي جوار يلعبوا وحده، ما تعطيهم نصائح ما تعطيهم ارشادات، خليهم يلعبوا وحده برك، دوك يسلكوها ان شاء الله فيها خير، وان شاء الله ما نخرجوش بفضيحه برك. خلي لي جوار يلعبوا وحده، بارك الله فيك. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.